بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بهذا الفيديو راح نبدأ بالحديث عن تشابتر 2 من مادة كيمياء عامة 1، واللي راح نتحدث فيها عن الأتومز موليكولز والأيونز. بالتشابتر الأول تحدثنا فعليا عن المادة ماتر، وشفنا بعض المفاهيم المرتبطة بالمادة ماتر، وشفنا بعض المفاهيم المرتبطة في المادة، كيفية قياسها، بعض الوحدات وما إلى ذلك، significant figures علشان نقدر نعمل measurement وما إلى ذلك. بهذا الشابتر راح نأخذ هاي المادة أو المادة in general ونتعمق في دراستها لذلك راح نتحدث عن الأتومز موليكولز والأيونز. أولا أكيد بنتساءل دائما وأبدا، إيش هي الأتوم؟ الأتوم أو الذرة، الذرة هي عبارة عن الوحدة الأساسية لأي شيء موجود في هذا الكون. الوحدة الأساسية لأي شيء موجود في هذا الكون أو موجود في هذا الكون هي عبارة عن الأتوم أو الذرة. يعني إذا أخذنا مثلا قطعة حديد، وهذه قطعة حديد قطعناها إلى نصفين، وبعد ما قطعناها إلى نصفين أخذنا نصف أحدهما وقطعناه وكملنا تقطيع فيه، راح نوصل إلى لحظة غير أو إلى لحظة ما بنقدر نكمل فيها التقسيم، يعني جزء غير قابل للتقسيم، وهذا الجزء هو بسموه الحديد أو ذرة الحديد. لذلك في هذه الحالة بنتكلم إنه ذرة الحديد هي عبارة عن أبسط مكون أو البلوك الأساسية أو اللبنة الأساسية المكونة لقطعة الحديد الكبيرة اللي بين إيدينا. كل شيء في هذه الحياة يتكون من ذرات. خلينا نفترض مثلا الأكسجين، نأخذ مثلا المي، بنلاحظ مثلا إنه الأكسجين بيتنفس ويتكون من ذرتين أكسجين، يتكون من فعليا ذرتين two atoms of oxygen، بينما جزيء المي اللي بنشربه نحن يتكون من فعليا من نوعين من أنواع الذرات. في عندي ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، وهلما جرة، وهذه الجزيئات الموجودة بين إيدينا بنسميها مركبات، هي ليست ذرات ولكنها الوحدة الثانية في البناء بعد الذرة، بيجيني اللي هو المركبات، راح نحكي عنهم بالتفصيل كمان شوي إن شاء الله خلال هذا الفيديو. أوكي، لو حبينا نعرف إيش هو الستركشر بتاع الذرة، لو حبينا نعرف إيش هو مكونات الذرة، ستركشر بتاع الذرة، راح نلاقي الذرة تتكون من مكونين أساسيين، يتكون من إلكترونات ومن نواة نيوكليوس. الإلكترونات هي مشحونة بشحنة سالبة، والنيوكليوس أو النواة تتكون من بروتونات ونيترونات. خلينا نأخذ المثال التالي، خلينا نفترض مثلا ذرة الهيليوم عبارة عن نواة تحتوي على بروتونات ونيترونات، وحولها في عندي مدار يحتوي على إلكترونات، لذلك عندي هنا بروتونات ونيترونات، البروتونات موجبة الشحنة والنيترونات متعددة الشحنة، والذرة ككل بحكم وجود إلكترونات سالبة الشحنة في الخارج والبروتونات موجبة الشحنة في الداخل هي ذرة متعادلة، السؤال هو التالي، بناء على معلومة اللي احنا بنعرفها انه الالكترونات بتدور حول الذرة بسرعة جدا جدا متناهية، ليش هذا الالكترون ما يخرج من مداره ويطير خارج الذرة؟ الجواب على هذا السؤال هو اعتبار القوة، أو الأخذ بعين اعتبار القوة الموجودة داخل الذرة، ليش؟ لأنه أنا في عندي قوة تجاذب بين البروتونات الموجبة الشحنة والإلكترونات سالبة الشحنة، فأنا إذا عندي بروتون موجب الشحنة وعندي إلكترون سالب الشحنة، هنا عبارة عن بروتون وهنا عبارة عن إلكترون، ففي بينهم في عندنا قوة، هاي بسموها قوة اللي هو الأيونيك أتراكشن،
الايونيك اتراكشن فورسز، خلينا نحكي الاتراكشن فورس يعني قوة الجذب، فبالتالي الالكترون دائما وابدا في قوة بتشده الى الداخل بحيث انه هو ما يخرج خارج هذه الذرة. فهنا دائما وابدا بنلاقي انه الالكترون يدور حول النواة، حول النواة بمدارات ثابتة بسبب القوة الناشئة من الاتراكشن بين الالكترونات السالبة الشحنة والبروتونات موجبة الشحنة. السؤال الثاني اللي ممكن يتبادر الى ذهننا هو هل ممكن الالكترون في لحظة من اللحظات يدخل داخل الذرة، داخل النواة، هو في الذرة، فهل ممكن يدخل داخل النواة؟ طبعا للإجابة على هذا السؤال لازم أعرف إيش هي الذرة الموجودة معي، بعد هيك أفكر إيش هو أو ما هي الإلكترونات القابلة لأنها تنغمس داخل النواة. In general إذا تحدثنا عن انغماس كامل لكل الإلكترونات داخل النواة فهذا بيعطيني فناء للحياة. ليش؟ لأنه ببطل في عندي ذرة، ببطل في عندي مكون أساسي للحياة، فبتنتهي كل الحياة. لذلك الإلكترونات دائما وأبدا بسبب السرعة الكبيرة اللي بتدور فيها حول النواة وبسبب كتلتها، فالكتلة والسرعة الكبيرة جدا بيؤدي إلى تسارع يؤدي إلى قوة طرد مركزية، فدائما وأبدا بيكون في عندي قوة للخارج هي قوة طرد مركزية، مقابلها قوة إلى الداخل هي قوة الجذب المركزي من خلال البروتون، فبظل الإلكترون يدور في مدار ثابت. لكن هل ممكن يحصل أن الإلكترون يدخل على النواة؟ نعم ممكن يحصل، هذه الظاهرة بسموها الإلكترون كابتشر، يعني أنه الإلكترون ينغمس داخل النواة، وهذا بيؤدي إلى أنه الإلكترون المنغمس وخاصة الإلكترونات الداخلية، يعني لما نحن نأخذ ذرة مثلا X، وهذه الذرة يكون في عندنا فيها مدارات مختلفة، وهذه المدارات فيها إلكترونات، الإلكترونات الأكثر عرضة لأنها تنغمس هي الإلكترونات الداخلة أو الداخلية عفوا القريبة جدا جدا من النواة، القريبة جدا من النواة. طبعا هذا يفسر من خلال قانون خلينا نحكي اللي هو الإلكتريك فورس، اللي هو F equal K في Q1 Q2 على R square، بحيث انه K هي عبارة عن ثابت، Q1 هي شحنة خلينا نحكي الشحنة الأولى، و Q2 الشحنة الثانية، و R هي المسافة بين الشحنات، مسافة بين الشحنات. فنحن لما نحكي انه كل ما زادت المسافة كل ما قلت قوة التجاذب، يعني الإلكترون الموجود في هذا المدار قوة التجاذب بينه وبين النواة أقل منها من الإلكترون الموجود في النواة أو في المدار القريب. لذلك ممكن يصير عندي للإلكترونات الداخلية ما يسمى بالإلكترون كابتشر، وهذا يؤدي إلى أنه الإلكترون يندمج مع البروتون يؤدي إلى إنتاج نيترون. ما راح نتطرق لهذا الموضوع لأنه ما راح يهمنا في مساقنا اللي بين إيدينا. طيب السؤال الثاني هو أوكي فهمنا ليش الإلكترون دائما أبدا بيدور في مدار خارجي ما بينغمس في النواة ولا بيطير خارج النواة. طيب البروتونات الموجودة داخل النواة هي جدا جدا قريبة من بعضها البعض، ليش ما بصير في بينها ريبالشن؟ لأنه نحن بنعرف إنه البروتون موجب الشحنة والبروتون الثاني أخوه برضه موجب الشحنة، والقوة الموجودة بينها هو قوة بسموها ريبالشن فورسز. هاي الريبالشن فورسز بايولوجيك بالمنطق المفروض انه البروتونات يبتعد عن بعض، فبالتالي البروتونات اللي داخل النواة لازم تبتعد عن بعض بحكم التنافر الموجود بيناتهم، لكن مع ذلك هم دائما وابدا موجودين في النواة. شو السبب؟ السبب في هذا الموضوع هي قوة اخرى اقوى من الريبالشن فورسز بسموها نيوكليار فورسز، القوة النووية الموجودة داخل النواة. فهاي القوة تبقى دائما أبدا البروتونات موجودة في النواة بدون ما يصير بينهم أي ريبالشن أو تتغلب على هذا الريبالشن الموجود، تبقيهم دائما أبدا في النواة. لذلك إذا بدنا نأخذ general view على الذرة بنلاقي إنها عبارة عن نواة نيوكليوس، هاي النواة تحتوي على بروتونات ونيوترونات و مركزة في السنتر، وحولها غيمة، هاي الغيمة هي عبارة عن غيمة إلكترونية، يعني الإلكترونات موجودة في
في هذا الحيز الكبير إلى حد ما مقارنة في الحيز اللي بتحتله النواة. لاحظ إنه النواة الدياميتر تبعها أو القطر تبعها بيصل إلى 10^-13 سنتيمتر، بينما الدياميتر تاع الغيمة الإلكترونية ممكن يوصل إلى 10^-8. فعليا الحيز اللي بيحتله أو اللي بتحتله الإلكترونات هو أكبر من الحيز اللي بتحتله النواة ببروتوناتها ونيتروناتها ونيتروناتها. الآن بالحديث عن النواة، لازم نتحدث عن الماسز للبروتون والنيترون. نلاقي النواة مركز فيها أغلب الماس للذرة، الكتلة للذرة مركزة دائما وأبدا في النواة بحكم وجود البروتون والنيترون. in general خلينا نحكي إنه النيترون هو أكبر كتلة من البروتون، بينما البروتون هو تقريبا أو الماس الجرامات البروتون أو الماس تاع البروتون تقريبا يساوي لنا 1836 مرة لجرامات الإلكترون. يعني إذا بنشوف مقارنة بين البروتون والإلكترون، نلاقي إنه إذا بنضرب هذا الرقم ب 1836 بيطلع معنا اللي هو الماس تاع البروتون. لذلك بنلاقي إنه كتلة الذرة هي فعليا مركزة في نواتها بحكم وجود البروتون والنيترون. أوكي، بالحديث عن الأتومز، الحديث عن الأتومز يسوقنا إلى الحديث عن العناصر بشكل عام. لذلك عند الحديث عن العناصر، أي عنصر فعليا يتكون من المكونات التالية. إذا رأينا اطلعنا على الجدول الدوري راح نرى ما يلي. راح نشوف العنصر الكيميائي، رمز العنصر طبعا، وراح نشوف على أعلى العنصر رقم وعلى أسفل العنصر رقم. أعلى العنصر هو الماس نمبر، العدد الكتلي، وأسفل العنصر هو الأتوميك نمبر. مثلا الصوديوم Na الرمز بتاعه، وعنده الأتوميك أو الماس نمبر، العدد الكتلي ويرمز له Ba، هو عبارة عن 23، بينما الأتوميك نمبر زي وعنده 11. إيش يعني أتوميك نمبر وإيش يعني الماس نمبر؟ الأتوميك نمبر يتعلق في النواة، يعني يتعلق في مكونات النواة اللي هي عبارة عن البروتون والنيترون، بينما الأتوميك نمبر يتعلق في البروتونات أو الإلكترونات. خلينا نشوف كيف. فعليا لما نحكي نحن أتوميك نمبر أو العدد الذري، نحن نتكلم عن عدد الإلكترونات ويساوي لنا عدد البروتونات، أو بطريقة أصح العدد الذري يساوي لنا عدد البروتونات، بينما عدد الإلكترونات هو فعليا عبارة عن العدد الذري ناقص الشحنة. وهذا الحكي راح نشوفه كمان شوي. الآن الرقم الثاني اللي هو العدد الكتلي. العدد الكتلي متعلق في كتلة البروتون والنيترون، فهو عبارة عن مجموع البروتونات زائد النيترونات داخل النواة. خلينا نشوف مثلاً المثال التالي. بيقول لنا how many electron proton هذه P وليست B and nitron are there in sodium atom. يعني عندي الصوديوم اتوم قديش فيهم بروتون، قديش فيهم الكترون، وقديش فيهم نيترون. بالتالي اذا بدي احكي عدد البروتونات يساوي لنا العدد الذري ويساوي لنا 11 الموجود هنا. بعد هيك عدد الالكترونات، عدد الالكترونات هي عبارة عن العدد الذري 11 ناقص الشحنة. شحنة الصوديوم هنا هي عبارة عن صفر، لذلك 11 ناقص صفر يساوي لنا 11. لذلك الصورة المبسطة فعليا انه عدد الالكترونات يساوي لنا عدد البروتونات. لكن بالحديث كمان شوي عن الايونز، في عندنا فرق في هذا العدد. لذلك الافضل اني لما احسب عدد الالكترونات في ذرة ما استخدم العدد الذري واطرح منه شحنة تلك ذلك العنصر اذا كان مشحون. راح نشوف كمان شوي مثال عليها. اخيرا وليس اخرا، العدد النيترونات هو عبارة عن عدد النيترونات هو عبارة عن العدد الكتلي ناقص عدد البروتونات.
ناقص عدد البروتونات، وهذا يساوي لنا 23 ناقص 11، وهذا يساوي لنا 12. طيب مثال ثاني، مثلا الكربون. الكربون بنلاقي انه الكربون عبارة عن 12 6، لذلك الكربون بنلاقي عنده عدد البروتونات يساوي لنا 6 اللي هو نفس العدد الذري، عدد الالكترونات يساوي لنا 6 ناقص شحنة الكربون في هذه الحالة 0 فهو عبارة عن 6، وعدد النيترونات يساوي لنا العدد الكتلي 12 ناقص 6 ناقص 6 فعبارة عن 6. لأن في بعض الأحيان بنشوف التالي، بنشوف كربون 13 أو تحت 6، وأحيانا بنشوف 14 6. هذا بوصلنا للحديث فعليا عن ما يسمى بالايزوتوبس، الايزوتوبس أو النظائر، النظائر. إيش يعني الايزوتوبس؟ الايزوتوبس هو عبارة عن atoms with the same number of protons but different number of neutron. يعني عدد البروتونات متساوي بين كل الايزوتوبس، يعني العدد الذري متساوي، لكن الفرق هو في العدد الكتلي، والفرق جاي فعليا من عدد النيترونات. دائما ابدا تقريبا متشابهات في الكيمستري اللي هو نفس الخواص الكيميائية، لانه بنهاية المطاف الخواص الكيميائية تعتمد على عدد الالكترونات، وعدد الالكترونات باي ديفولت هو نفسه عدد البروتونات، فبالتالي هو متساوي. وبيحكي لنا برضو انه في الطبيعة العنصر بيكون عبارة عن ميكسشر من ايزوتوبس. يعني مثلا قبل شوي شفنا العنصر مثلا الكربون، الكربون بنلاقي كربون 12 وبنلاقي كربون 13 وبنلاقي كربون 14. فعليا هذا بيكون عبارة عن كربون 12 وتحت 6، العدد الكتلي له 12 والعدد الذري 6، كربون 13 6، وكربون 14 6. لاحظ انه العدد البروتونات متساوي بينما العدد الكتلي عماله بزيد بسبب زيادة عدد البروتونات. لذلك إذا حبينا نعمل مقارنة ونسوي مثلا جدول، نسوي جدول كالتالي، نحكي هنا عدد البروتونات، هنا عدد النيترونات، وعدد الإلكترونات. عدد البروتونات هنا 6 وهنا 6 وهنا 6، عدد الإلكترونات 6 بستة بستة. ليش؟ لأنه عبارة عن العدد الذري ناقص الشحنة، والشحنة صفر. لأن ظل عندي عدد النيترونات هم عبارة عن العدد الكتلي ناقص العدد الذري، فبالتالي 6 12 ناقص 6 هنا 6، 13 ناقص 6 هنا 7، و 14 ناقص 6 هنا 8. فلاحظ أنه عدد النيترونات من نظير إلى آخر بيختلف، هذا بيؤدي إلى وجود ما يسمى بالنظائر. نقطة ثانية لازم أعلق عليها هنا وراح أشوفها في الشابتر الثالث إن شاء الله، اللي هي مسألة الـ relative abundance أو وجودهم في الطبيعة. مين فيهم موجود بكميات كبيرة ومين فيهم أقل؟ بس تنبيه إنه أنا عندي تقريبا مجموعة 99% من الكربون اللي في الطبيعة هو عبارة عن كربون 12، وتقريبا 1% هو كربون 13، وأقل بكثير جدا من 1% 1 بالعشرة عفوا، وعبارة عن كربون 14. راح نشوف هاي النقطة في الشابتر الثالث، بنعالجها بالتفصيل هناك إن شاء الله. مثال ثاني مثلا، لاحظ الصوديوم. الصوديوم ممكن نلاقي صوديوم 11 23 أو صوديوم 24، فممكن يكون Na 23 وNa 24. الفرق بينهم زي ما حكينا، لاحظ عدد الإلكترونات متساوي، عدد البروتونات متساوي، لكن عدد النيترونات هو المختلف، فهذا بيؤدي إلى وجود نظائر. برضو الهيدروجين مثلا، الهيدروجين عندنا هيدروجين 1 وهيدروجين 2 وهيدروجين 3. هيدروجين 1 هو اللي احنا بنعرفه، عبارة عن إلكترون 1 وبروتون 1 في النواة. الهيدروجين 2 هو عبارة عن إلكترون 1 بروتون 1 ونيترون 1. البيسك ما فيهوش نيترونات، هنا ما فيش نيترونات. والهيدروجين 3 هو عبارة عن 2 نيترونز، نيترونين وبروتون واحد وإلكترون يدور حولهم. لأن تسميتهم بسميه البيسك هيدروجين، الهيدروجين 2 بسميه ديوتيريوم، والهيدروجين 3 بنسميه تريتيوم. هذا بوصلنا للحديث عن الجدول الدوري in general. راح نأخذ في فصول متقدمة إن شاء الله بعض الأشياء المتعلقة وبعض التعريفات المتعلقة في الجدول الدوري.
ككل، إيش يعني صفوف، إيش يعني أعمدة وما إلى ذلك، ونعرف كل هذا الشيء في تشابتر السابع والثامن والتاسع. لكن الآن خلينا ننطلق راشدين بعد ما تعرفنا على الأتوم. الآن الأتوم هي البيسك، مجموعة أتوم مع بعض بيسوون ما يسمى بالكومباوند. الكومباوند لذلك الموليكول الجزيء أو الكيميكال كومباوند هو عبارة عن collection of atoms held together in a compound by chemical bonds، يعني عبارة عن مجموعة أتومز بتشكل بينها وبين بعضها روابط كيميائية عشان تسوي لي ما يسمى بالموليكول أو الكومباوند الجزيء أو المركب. الآن تقسم فعليا إلى قسمين، في عندنا ما يسمى بالأورجانيك كومباوند، وهي نوع الرابطة الكيميائية الموجودة فيها الكيميكال بوند، تحت تعتمد على مسألة تشارك الإلكترونات، مشاركة الإلكترونات فيما بين الأتومز. الأتوم كل أتوم بتساهم بكمية معينة من الإلكترونات أو بإلكترون واحد على أقل تقدير، وهي الرابطة بسموها كوفيلنت بوند، رابطة تساهمية من أمثالها الهيدروجين الميثان إلى آخره إلى آخره. هذا الحكي راح نعالجه في تشابتر 7 و8 و9. النوع الثاني من المركبات هو مركبات غير عضوية، والرابطة في هذه المركبات قائمة على الاتراكشن، الايونيك اتراكشن او الايون اتراكشن، التجاذب بين الايونات، لذلك نسميها رابطة ايونية. الان بما اني بحكي عن رابطة ايونية لازم اني امهد لما يسمى بالايون. ايش يعني الايون؟ الايون هو عبارة عن، اذا اخذنا مثلا الألومنيوم مثلا 27-13، ونأخذ برضو الألومنيوم 27-13 لكن هون بدنا نحط عليه شحنة +3. إذا بدنا نقارن زي قبل شوي، مثل قبل قليل، اللي هو عدد البروتونات، عدد الإلكترونات، وعدد النيترونات، راح نلاقي إنه عدد البروتونات فيهما 13 هنا و13 هنا، عدد النيترونات خلينا نحكي 27-13-14 و27-13-14. الآن بيبقى عندي عدد الإلكترونات، عدد الإلكترونات هو عبارة عن زد ناقص الشحنة charge، و27-0 فهي عفوا 13-0 هي 13، إذا عندي هنا 13، لكن هنا 13-3 فعندي هنا 10 إلكترونات. لاحظ أنه عدد الإلكترونات اختلف، عدد الإلكترونات اختلف، بينما كل الأرقام الباقية ثابتة، عدد البروتونات ثابت وعدد النيترونات ثابت. من هنا بصير ما يسمى بالجنريشن أو توليد الأيونات، عبارة عن عنصر فيه عدد البروتونات والإلكترونات متساوي، لكن بعد ما يفقد إلكترونات أو يكسب إلكترونات، إما بفقد في حالتنا هنا فقد 3 إلكترونات، فقد 3 إلكترونات فأدى إلى تكوين أيون. في حالة ثانية مثلا لو فكرنا بالاف اللي هو الفلور، الفلور عبارة عن 9، فلو بدنا نوزع توزيع الكتروني 2-7. الان الاسهل له هنا عشان نكمل 8 الكترونات في المدار الاخير انه يكسب الكترون، فهنا زائد الكترون، فبصير في عندي انا اف 9، عندنا 2 هنا، عندنا إلكترونين في المدار الأول، وعندي 8 إلكترونات. مجموع الإلكترونات عبارة عن 10، لاحظ مجموع الإلكترونات هنا عبارة عن 9 يساوي مجموع البروتونات، فالشحنة 0، لكن هنا مجموع الإلكترونات 10 مقارنة ب9 بروتونات، فالشحنة هنا سالبة. فإذا نحن بنضيف، إذا بنضيف نحن إلكترون بنؤدي إلى ما يسمى بالأنيون، تكوين ما يسمى بالأنيون، أيون سالب. إذا نحن بننزع إلكترون، أو نحصل على ما يسمى بالكاتيون، أيون موجب الشحنة، كاتيون. زي ما حكينا إنه الأيونيك بوند قائمة على الأيون أتراكشن، التجاذب بين الكاتيونز اللي هي البوزيتيفلي تشارجد أيون، والناتج من خلال فقد إلكترون. لاحظ الصوديوم هنا كان عنده 11 بروتون و11 إلكترون، فقد الإلكترون واحد صار عنده 11 بروتون في السنتر في النيوكليوس في النواة، وصار عنده 10 إلكترونات خارجية، فراح يصير عندي أيون موجب الشحنة. أو إذا كان أيون سالب الشحنة مثل الCl كان عنده 17 بروتون في السنتر وعندنا 17 إلكترون
في المدارات لما أضفنا له إلكترون واحد صار في عنده 18 إلكترون خارجية، وفرق في الشحنة صار ناقص واحد، فصارت شحنته ناقص واحد وسميناه أنيون. في عندي الكاتيون وعندي الأيونيون اللي هم أساس الرابطة الأيونية. الآن الكاتيون الأيون موجب ممكن يكون مونو أتوميك كاتيون، يعني أحادي الذرة مثل المغنيسيوم والألمنيوم والبوتاسيوم كلهم أحاديات، أو يكون متعدد الذرات بولي أتوميك كاتيون مثل الأمونيوم. لاحظوا أنه عندي نيتروجين وهيدروجين في نفس الأيون، الهيدرونيوم مثلا عندي هيدروجين وأكسجين في نفس الأيون، وهو عبارة عن مشحون، عبارة عن خلينا نحكي جزيء مشحون. فبالتالي في عندي بولي أتوميك كاتيون ومونو أتوميك كاتيون. بنفس الطريقة في عندي أنا برضو المونو أتوميك أنيون، أيون سالب الشحنة أحادي الذرة، وبولي أتوميك أنيون عبارة عن أيون سالب الشحنة متعدد الذرات. لاحظوا هنا عندي ذرة الكبريت وذرة الأكسجين، هنا عندي الهيدروجين والكربون والأكسجين وهلما جرى. الحديث بالأيونات هو فعليا ضروري جدا علشان نقدر نحن نكون مركب كيميائي. لازم أعرف إيش هو الأنيون فيه، لازم أعرف إيش هو الكاتيون، لازم أعرف مين هو الأيون الموجب ومين هو الأيون السالب وشحنة كل منهما. لذلك خلينا نأخذ مثالا الليثيوم. الليثيوم عبارة عن ثلاثة. لاحظ دائما أبدا نتعامل لما نحكي في الكاتيون والأنيون نتعامل مع العدد الذري، لأنه هو عبارة عن عدد الإلكترونات، والإلكترونات هي الأساس في تكوين أي رابطة كيميائية في الروابط، سواء كانت هاي الروابط تساهمية هنا أو كانت أيونية هنا. لذلك الإلكترونات هي العامل المهم. لذلك الليثيوم بنلاقي إنه التوزيع الإلكتروني 2 ب1. أفضل شيء عشان يستقر إنه يخسر هذا الإلكترون ويوصل إلى مدار فل عبارة عن 2 فيه إلكترونين، فبالتالي بينتج عندي الليثيوم 2 وهنا شحنته عبارة عن موجب. لاحظ إنه هنا بقية 3 اللي هي البروتونات، عدد البروتونات 3 بينما عدد الإلكترونات أقل بشحنة، فزائد 3 ناقص 2 هو زائد 1. مثال ثاني مثلا خلينا نحكي مثلا الأكسجين. الأكسجين مثلا عنده عدد ذري 8، فعندنا 2 6. أفضل شيء عشان نوصل للكمال بدل ما نفقد هذول الستة نضيف إلى إلكترونين، نضيف إلى 2 إلكترونز، وهذول 2 إلكترونز راح يصيروا في المدار الأخير، فبصير عندي أكسجين 8 2 8. هنا بده يكون شحنته ناقص 2. ليش؟ لأنه عدد الإلكترونات هو عبارة عن 10 إلكترونات هنا، بينما هنا عبارة عن 8 إلكترونات. هنا كان عدد الإلكترونات يساوي لنا عدد البروتونات، بينما هنا 10 إلكترونات أكبر من 8 بروتونات بالشحنة، فبالتالي شحنته تكون ناقص 2. هذا الحديث زي ما حكيت بيؤدي إلى تكوين روابط كيميائية فيما بعد بنتعرف عليها، وراح نتعرف كيف نعمل تسمية للمركبات، وهذا الحديث راح نتمه في الفيديو القادم. شكرا على المشاهدة ويعطيكم ألف عافية.